الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعلمون أن هناك صلاة جنازة بعد صلاة العصر، والميت وهو شيخنا سي محمد عيساوي إمام كان إماما في هذا المسجد، وهو مجاهد وكان له فضل كبير في هذا المسجد، وكان له تلاميذ وكان له دور كبير في العمل في هذا المسجد، وله دور كبير في تبليغ الرسالة المحمدية وتبليغ رسالة إلى المصلين، وكان إنسانا فيه الخير حتى تلاميذه كانوا يشهدون له بالخير وكانوا يتلقون منهم القراءة ويتلقون منهم الدروس، وكان محفظ القرآن، وكان له دور كبير في الثورة التحريرية. وندعو الله تبارك وتعالى له أن يتمم له برحمته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم اغفر له يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.